اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. قبل الفاصل كنا بنقول لحضراتكم يمكن خبر عاجل من الويفا، ترشيح الثلاث الكبار اللي هيكون مرشحين للفوز للافضل في اوروبا. بنتكلم على جورجينيو طبعا نجم المنتخب الايطالي وفريق تشيلسي، بنتكلم على كانتي طبعا وسط الملعب الرائع لي طبعا فريق تشيلسي والمنتخب الفرنسي، وبنتكلم على دي بروين نجم المنتخب البلجيكي ويمكن نجم المان سيتي. خروج ميسي ورونالدو من سباق الافضل في اوروبا، يمكن زي ما بقول لحضراتكم ما نفتكرش يمكن من سنين طويله خروج طبعا الاسطوره رونالدو وميسي من جائزه الافضل في اوروبا. عشان نعرف اكتر عن هذا الموضوع وكمان يعني نتغوط اكتر ونعرف اكتر على الدوريات الاوروبيه وانطلاقها، يشرفنا يكون موجود معانا الناقد الكبير الناقد الرياضي احمد مجدي. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الفل يا كابتن هاني. اهلا بيك، منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. نور حضرتك، واحب استغل الفرصه دي علشان اعبر عن فخري الشديد ان انا قاعد مع واحد من قامات الكره المصريه. ربنا يخليك. سواء كرويا او اداريا او فنيا كمدرب او حتى اعلاميا الكابتن هاني. ربنا يخليك. ربنا سعداء بيكون موجود معانا دايما يا احمد. وزي ما بقول لك يمكن كان خبر يمكن كان مفاجاه لبعض الناس او الكثير من الناس خروج ميسي ورونالدو من سباق الافضل في اوروبا، وطبعا جورجينيو كانتي ودي بروين وترشيح الويفا لهؤلاء الثلاث لعيبه للحصول على الافضل. شايف ده هل فعلا يعني دول الافضل على مستوى اوروبا خلال العام الماضي، او يعني انتقال ميسي عدم فوز مثلا رونالدو مع اليوفنتوس بالدوري الايطالي كان ليه تاثير كبير على هذا الاختيار؟ هو الاختيار بين ثلاثي مكون من اثنين من تشيلسي اللي هو بطل الشامبيونز ليج ولاعب من مانشستر سيتي او نجم مانشستر سيتي الاول اللي هو كان وصيف الشامبيونز ليج، ده الاختيار الاكثر منطقيه في المعادله دي، لانه اي دخول بصراحه لميسي او رونالدو في الموضوع ده في جوائز الافضل السنه دي كان هيكون شيء مش منطقي، اولا لضعف مردودهم اوروبيا، وثانيا لانه ما فيش حد فيهم خد الدوري حتى المحلي. صحيح. الانجاز الوحيد اللي هما الاثنين حققوه ان رونالدو حقق لقب السوبر الايطالي وان ميسي حقق لقب كاس ملك اسبانيا وكوبا امريكا في الصيف، وده ما بيبقاش ليه دعوه قوي باختيارات اوروبا، ده بيبقى ليه دعوه اكتر بالبالون دور وبجائزه ذا بيست. فانا شايف ان الاختيار منطقي جدا وفي انتصار للمنطق لافضل الناس اللي لعبت فعلا اوروبيا السنه اللي فاتت، يعني دي جوائز يويفا، فده دول الثلاث اسماء اللي يستحقوا يكونوا موجودين في جائزه يويفا. من وجهه نظرك من الثلاثه دول يعني لو تم ترشيح او انت عندك قدره على ترشح واحد اثنين ثلاثه رتبهم لي كده، بنتكلم على جورجينيو طبعا نجم المنتخب الايطالي، بنتكلم على كانتي المنتخب الفرنسي، وكمان على طبعا النجم الاعظم اعتقد على مستوى الدوري على مستوى طبعا منتخب بلجيكا، في وجهه نظرك كده واحد اثنين ثلاثه مين الافضل؟ واحد اثنين ثلاثه جورجينيو دي بروين كانتي. جورجينيو في المركز الاول طبعا، واعتقد يعني دي مساله وقت لانه لو ما كانوش عايزين يدوها لجورجينيو ما كانوش اختاروه في القائمه دي اساسا، لان هو الاول مره بيشارك في القائمه الفرديه دي، ثانيا هو يتفوق على كانتي في الموضوع ده بانه احرز لقب اليورو بعدها وكان من الركائز الاساسيه في تشكيله روبرتو مانشيني، فاعتقد ان جورجينيو هو صاحب الحظ الاكبر في نيل الجائزه دي ان شاء الله اخر السنه. طب اثنين؟ اثنين دي بروينه، لان هو لو جينا نوزن اللي عمله نجولو كانتي السنه اللي فاتت فهو تفوق جدا على مستوى دوري ابطال اوروبا، ولكنه ما قدمش موسم هو الافضل لنجولو كانتي عموما. هو كان حاسم كالعاده في المراحل الحاسمه في دوري ابطال اوروبا، ولكنه ما قدمش افضل كره قدم ليه، فاعتقد ان المستوى اللي قدمه دي بروينه مع مانشستر سيتي السنه اللي فاتت كلها في الدوري الانجليزي بيؤهله ان هو ينافس على المركز الثاني، ولكن اعتقد ان جورجينيو ما دام تم اختياره في القائمة القصيرة دي اللي مكونة من ثلاث أسماء فهي النية الكاملة لترشيحه.